يمكن مشكلة أريد تعليقك على كثرة الحرامية. أكو خير وأكو فلوس والخير ما شاء الله، الله دا يزيده ما شاء الله ويطرح به البركة، بس وين الحرامية مع الأسف؟ يعني البساتيك، البساتيك تكفي الأربعين لو أكثر. لا دقيقة، أنا عندي بس نقطتين نظام للتوضيح. أول شيء أنا يعني حقيقة كمواطن أعترض على أنه الحكومة والسيد العبادي إذا أرجع حق البغدادية بأن تعمل داخل العراق هو بادرة حسنية. لا، هاي إهانة لأي حكومة بالعالم تعمل بظل نظام ديمقراطي، وإهانة أيضا للإعلام الحر. البغدادية يجب أن ترجع مثل ما أنا أحدثكم الآن من العراق، يجب أن ترجع تعمل لهذا وطننا. وين اروح؟ وين اروح اشتغل؟ انا مضطر اشتغل اطلع من مصر. تعقيبا على كلام الاستاذ باسل، لما ترجع الاجراءات وتفتح البغدادي من العراق وبث من بغداد ومن كل المدن العراقيه، لكن هذا حق ما يتغير، مو حقاني جابت لي الحكومه الفلانيه والحكومه الثانيه. صح صحيح انور، اكو ملاحظه اذا تسمح لي. في بلده ان يستثمر، في بلده ان ينجح، في بلده نعم. ان يروح يكمل دراسه خارج البلد بتجارب متقدمه ويجيب الخبره البلده ويطور بلده وابناء بلده. هذه نقطه نظام الاولى. لا اي فعلا، هذا العراق اللي باقت فلوسه، هذا العراق اللي قتله وابنائه. هذا العراق اللي طلع الأستاذ عبد الحميد الصاحب برنامج سنوات الفشل وقال صرفنا بحدود 750 مليار دولار على مدى 8 سنوات. هذا العراق لو صار فينا 750 مليار دولار الآن نحن تجينا دول العالم وعواصم الدنيا تقول لنا تعال نسوي توأمة ويا الناصرية ويا بغداد ويا الرمادي ويا الفلوجة ويا النجف ويا كربلاء ويا الموصل ويا كركوك. هذا العراق اللي لازم يكون احنا الان ندعو. انا حقيقه برساله اذا الى من حقي، وهذا من حقي كمواطن، الى السيد العبادي، اصلح الخطا سيد العبادي، افتح البغداديه وانت تروح تزور مكاتبها. البغداديه الان عندها صرح حضاري وصرح معماري في بغداد وقريب لك، اخذ سيارتك وخذ وزرائك وروح افتتح البغداديه وسجل في تاريخك انك بديت بخطوه صحيحه. الان السيد حيدر العبادي لازم يروح بنفسه وياخذ وزرائه ويفتتح البغداديه، البغداديه لم تساوم، اغلقت بمساومه. نعم. ولكنها فتحت يعني بحق احنا نتحدى اي واحد يقول احنا وقفنا البغداديه حتى تفتح. لا، الحق وضح، والتغيير صار، والتغيير هو وليد البغداديه.